Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video هنتكلم على موضوع شائك جدا، موضوع انا بجد asked اكتر من اي حاجة في حياتي بجد، وهو ازاي اتعلم English. السؤال ده general قوي لدرجة ان فعلا صعب نلاقي له ال perfect answer. هو اولا ملوش perfect answer وملوش model answer برضو. الموضوع كتير قوي وكبير لدرجة ان هو ما نقدرش نجاوب عليه في جملة مثلا، لأن الموضوع ليه أكتر من جانب وليه أكتر من حاجة أنا ممكن منها أبص على طريقة إزاي أنا ممكن أتعلم لغة. بس في الفيديو ده أنا هقولك إزاي أصلا ممكن تبدأ، هديك first steps تقدر تمشي عليها عشان بس تبدأ تفكر في موضوع أن أنت تتعلم لغة ده. So if you're interested just keep watching this video. أول حاجة، وهي من وجهة نظر من الحاجات المهمة قوي اللي احنا إلى حد ما مش بنفكر فيها، هو سؤال بسيط جدا: Why am I learning a new language؟ أنا ليه أصلا بفكر أن أنا أتعلم لغة جديدة؟ واحد من أجمل الكتب اللي قريتها في حياتي كان اسمه Start with Why. الكتاب ده كان بيدور حوالين فكرة واحدة وهي جميلة جدا، هو أن أنا عشان أعرف أحقق أي هدف في حياتي أو أقدر يبقى عندي جول كده أو target ماشي عليه، لازم أعرف أنا بعمل كده ليه، السبب بتاعي. علشان انا لو مش عارف انا ليه بتعلم اللغه دي، او انا ليه عندي الجول ده، او انا ليه عايز اعمل الحاجه دي في حياتي، لو انا ما عنديش رد على سؤال ليه، يبقى انا في الاغلب ما عنديش موتيفيشن، يبقى انا في الاغلب ما عنديش فكره في دماغي انا حطها دي اللي بتشجعني كل يوم ان انا اعمل الحاجه اللي توصلني للهدف بتاعي. فببساطه لازم كويس قوي ابقى عارف انا ليه عايز اتعلم اللغه دي. وعلى فكرة لما تعرف انت ليه عايز تتعلم اللغة دي، انت بتبقى خد شوط كبير قوي في ان انا طب هتعلم ازاي، طب انا الماتيريال اللي محتاجة، طب انا مستواي فين في اللغة. اجابات كتير كده انت مش هتفكر فيها غير لو انت جاوبت على سؤال انا ليه عايز اتعلم اللغة دي، او انا ليه ان جنرال في حياتنا بعمل الحاجة دي ليه. لازم يبقى عندي رد على سؤال ليه. هل انا مثلا بتعلم اللغه دي عشان هدفي بس ان انا لما اسمع حد بيتكلم انجليش قدامي ابقى فاهمه، او انا عايز ان انا افهم وكمان اعرف ارد؟ طب انا حد مسافر، طب انا حد محتاجه في شغل، طب انا حد محتاجه في دراستي. لازم ابقى عارف انا ليه عايز اتعلم اللغه. علشان على فكره انت مثلا لما تعرف ان انا مثلا عايز اتعلم الانجليش عشان انا مسافر، ده ليه انجليش ليفل معين ولا ليه حاجات معينه بتعلمها عشان انا محتاجه اسافر. لو انا اصلا بتعلم الانجليش عشان كل هدفي ان انا ابقى فاهم بس في شغلي، يعني انا مش عايز انجليش غير علشان شغلي، يبقى انا حرفيا مش محتاج اي حاجه غير اكسبريشنز وحاجات معينه ليها علاقه بالمجال بتاعي. بس مثلا لو رحت اتعلمت اكسبريشنز معينه بيستخدموها وهم في كافيه في, في, في امريكا او في انجلترا، حاجه مش هتفيدني ان انا حد مش ناوي اتكلم باللغه. انا محتاج اعرف اتكلم في مجال شغلي بس. انا ابقى محدد انا ليه حد عايز اتعلم اللغه دي، هيعرفني الديستنيشن بتاعي، هيعرفني التارجت بتاعي، الجول بتاعي، انا رايح فين. فجاوب على سؤال why am i learning a new language او why am i learning english، جاوب كده على السؤال ده واكتبه. لو كتبته الاجابات بجد هتبقى بتعمل لنفسك معروف. So do it right now، وقف الفيديو ودو ات. تاني سؤال احنا محتاجين نرد عليه في الفيديو ده هو what is my english level. والجزء ده بقى بيقع مننا كلنا بشكل مش طبيعي. انا لازم ابقى عارف انا مستواي ايه في اللغه عشان الحاجه اللي انا محتاجها، مش شرط اللي جنبي يبقى محتاجها، كل واحد فينا بيحتاج حاجه معينه وهو بيتعلم based on your english level او انت مستواك فين في اللغه. يعني مثلا في حد انا لو قلت له what's your name هو ممكن اصلا ياخد وقت عشان يعرف يجاوب على السؤال ده، مع ان في حد تاني لو انا اتكلمت قدامه english هو he's gonna understand me، بس هو ممكن ما يعرفش يرد عليا. في حد لو انا بقى اتكلمت مع انجليش هو هيبدا يعرف يجاوب، ممكن يبقى بيعمل جمل كويسه، بياخد وقت شويه، بيبقى عنده اخطاء بسيطه، بس ده معناه ان هو مستوى في اللغه كويس عن مثلا مش بيعرف يرد خالص، او عن ان هو حد اصلا مش بيستوعب لما حد يتكلم معاه بالانجليش. فكل واحد فينا المستوى بتاعه مختلف. الماتيريال او الماده العلميه اللي حد بيعرف يفهم انجليش بس جزء هو بيرد بياخد وقت معاه، مش نفس الماتيريال العلميه اللي حد عايزها علشان مثلا يفهم اصلا انجلش. انت بتحتاج حاجات وهو بيحتاج حاجات تاني خالص، كل واحد فيكو في حته معينه فبيحتاج حاجه تناسب مستواه في اللغه. فلازم ابقى عارف كويس قوي انا ايه الانجلش ليفل بتاعي. اعرف بقى ازاي مستواي في اللغه؟ الموضوع بسيط، في اونلاين انجلش تيستس كتيره جدا انا بدخل بكل بساطه، بيعمل لي تيست كده صغير بيحدد لي تقريبا مستواي فين في اللغه، فانا هبقى عارف انا فين تقريبا، او ان انا اروح مكان بيدي كورسز واقول ان انا عايز اعمل امتحان تحديد مستوى.
هو يعني ما تقلقوش، هم عارفين يعملوا الموضوع ده ازاي كويس، او الموضوع بسيط، هو تيست بس. الفكره بس التيست ده بيقيس ايه؟ في حاجات بتبقى بتقيس الجرامر بس، في لو انت رحت المكان كويس ممكن يقيس السبيكنج سكيلز والليسن سكيلز والرايتنج وكل حاجه ممكن يقيسها. فعلى حسب بس انا هستخدم اونلاين تيست ولا هروح لمكان يحدد مستواي في اللغه. السؤال محتاجين نجاوب عليه في الفيديو ده هو what is my target level، يعني انا دلوقتي عرفت انا مستواي فين، طب ايه بقى التارجت ليفل، ايه الليفل اللي انا عايزه اوصل له؟ وده الى حد ما مرتبط بفكره انا بتعلم اللغه ليه. يعني لو انا مثلا هدف ان انا اتعلم علشان انا هسافر، فانت اصلا عشان تسافر انت محتاج مستوى معين في اللغه، مش اي حاجه كده، مستوى معين ومتحدد كمان. لو انا خارج بره مثلا بره البلد بس عشان ادرس بره، فده مستوى مختلف تماما على مستوى ان انا مسافر اعيش بره بس، يعني ده مستوى في اللغه وده مستوى تاني. لو انا هدفي ان انا ابقى في دراستي هنا او ان انا ابقى افهم انجليش لما حد يتكلم قدامي، ده مستوى تالت. فلازم ابقى عارف انا ايه المستوى اللي انا رايحه. كمان اصلا فكره ان انا قدامي تارجت كده، او ان انا قدامي جول او ديستنيشن او حاجه معينه انا عايزه اوصل لها، ده بيساعد كتير جدا على انت توصل للهدف ده. عشان ببساطه لو انا مش عارف هدفي فين انا مش هعرف اوصل، الموضوع بديهي جدا. فلازم تبقى محدد انا مستواي فين في اللغه وانا عايز اوصل فين. في حاجه كده عايزه اقولها، دي انا استغربت منها بصراحه. الانجليش او اي لغه في العالم متقسمه لمستويات معروفه، يعني هي مش احنا مش بنخمن او بنفترض، لا هي متقسمه مستويات. مستواك مثلا A1 فانت بتعرف تعمل كذا وكذا، مستواك مش عارفه ايه تبقى انت بتعرف تعمل كذا وكذا. انا اكتشفت حاجتين بقى مؤخرا وبالصدفه، ان في ناس فاهمه مستويات اللغه غلط، يعني الموضوع عندها ماشي بالعكس، وفي ناس ما تعرفش ان في مستويات لغه اصلا. فممكن ابقى اعمل فيديو بيتكلم عن مستويات اللغه، ولو انت في المستوى ده فانت المفروض تبقى بتعمل ايه، ولو انت عايز توصل للمستوى ده المفروض تعمل ايه. حاجات بجد كتيره قوي احنا ما بنفكرش فيها، بنيجي نسال بس بشكل عام انا ازاي اتعلم لغه. يعني انا ما اعرفش انت ازاي ممكن تتعلم لغه، او انا ما اعرفش حاجه عنك، انا ما اعرفش انت مستواك ايه، ولا عايز توصل لمستوى ايه، ولا انت ايه اصلا اللي ممكن يناسبك انت. فسؤال اتعلم ازاي لغه ده سؤال جنرال قوي لدرجه انه ملوش اجابه. رابع سؤال وهو what is my schedule او what suits me. في السؤال ده بقى احنا محتاجين نعرف ان الطريقة اللي انا ممكن اعرف اتعلم بيها تختلف عن الطريقة اللي حد تاني ممكن يتعلم بيها. دي عشان جوانب كتيرة قوي قوي حرفيا. اول جانب وده حاجة احنا بننساها، هو ان الحاجة اللي تناسبني مش هتناسب الشخص اللي جنبي، عشان انا اسلوب حياتي مختلف عن اسلوب حياة الشخص اللي جنبي. يعني مثلا لو انا حد بيشتغل وبيدرس، فعلا وقتي مشغول جدا ومش بالسهل ان انا اخلق وقت ان انا اتعلم بيه حاجة جديدة. On the other hand لو انا عندي حد مثلا مش بيشتغل بيدرس بس، هيبقى عنده وقت اكبر ان هو ممكن يتعلم لغه ولغتين كمان عادي. فانا اللي يناسبني ممكن ما يناسبش اللي جنبي. عشان كده ما ينفعش مثلا اسال حد هو انت بتعمل ايه عشان تتعلم اللغه دي، فشوف هو بيعمل ايه واحاول اطبقه على حياتي غصب عن حياتي. يعني انا حياتي مش سامحه لكل هو بيعمله ده، ممكن العكس كمان، ممكن هو يكون بيعمل حاجات قليله وانا عندي وقت كبير اقدر اعمل فيه حاجات اكتر منه. ف فكرة ان انا اسال الشخص اللي قدامي انت بتتعلم ازاي بالظبط، او حد يجي يقول لك مثلا ايه انا في اليوم لازم اسمع فيديو في الانجليش، طب انا لو حد عندي وقت ما انا ممكن اسمع 5، او مثلا انا في اليوم لازم اتكلم مره مع ناريف انجليش سبيكر، طب انا ممكن وقتي يسمح لي ان انا اقعد اتكلم مع اكتر من حد واتكلم ساعات كبيره ان انا عندي وقت. فما ينفعش ان انا اسال حد اعمل ايه وهو يقول لي ايه انا اللي انا اعمله، عشان انا اروح اسال حد واقول له اعمل انا ايه في حياتي، هو ما يعرفش انت حياتك ماشيه ازاي، مواعيدك عامله ازاي، بتشتغل بتدرس، عندك مسؤوليات في البيت، عندك مسؤوليات في اي حاجه تاني، بتتعلم حاجه تاني اصلا بجانب اللغات. فاحنا مختلفين عن اي حد، فالاحسن انك تشوف خطه تناسبك عشان تعرف انت تطبقها. ان انت لو اخترت خطه overwhelming قوي عليك انت تبقى بتعقد نفسك ومش تعلم اللغه، في حين ان الحد التاني اللي حط الخطه دي الخطه نفعت معاه. ممكن زي ما قلت العكس، ان انت يبقى عندك وقت وعندك حاجات ممكن تستثمرها كتير قوي، بس انت مش بتعملها عشان انت ماشي على خطه حد تاني. فالافضل انك تشوف وتحدد انا هقدر كده تقريبا اوفر في اليوم قد ايه لفكره ان انا اتعلم لغه او اتعلم انجليش. يعني لازم تبقى انت محدد انا معايا وقت قد ايه في اليوم اقدر استغله. حاجه تاني بقى، بطلوا تتفرجوا على الفيديوز بتاعت اتعلم لغه في اسبوع، ده اصلا even realistic، يعني الموضوع ده مش منطقي. يعني انت لو قلت لعقلك انا عايزك تتعلم لغه في اسبوع، هو هيبقى يعني انت بقالك 20 سنه بتتكلم عربي وبتكتبه غلط لحد دلوقتي. يعني انتوا متخيلين فكره ان حد يتعلم لغه في اسبوع؟ دي حاجه
يعني انا ما بقدرش افهمها وما بقدرش افهم الناس اللي بتعمل الفيديوز عن الموضوع ده، لا اسبوع ولا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة. هو الموضوع ملوش بلان كده، اللي هو انت في 3 شهور تتعلم اللغة، لا بتمشيش كده خالص. ليه؟ احنا لسه قايلين انا مستواي فين في اللغة، طب انا عايزة اروح فين، طب انا جدول مواعيدي ايه، كل الحاجات دي بتفرق من شخص لشخص. طب انا قدراتي ايه، وذاتس ذا موست امبورتنت ثينج ذات وي نيفر ثينك اوف. يعني دي من اكتر الحاجات المهمه اللي احنا ما بنفكرش فيها، ان انا ممكن قدراتي تبقى مختلفه عن القدرات اللي جنبي. ده مش معناه ان انا غبي، وده مش معناه ان هو ذكي، بس احنا قدراتنا مختلفه وده طبيعي. احنا مختلفين في قدراتنا وفي اسلوب حياتنا وفي الطريقه اللي احنا اصلا عقلنا ممكن نتعلم بيها حاجه جديده. ف بطلوا تتفرجوا على الفيديوز دي عشان هي بتبقى محبطه جدا لينا، اللي هو في حد اتعلم لغه في اسبوع انا ليه مش عارف اعمل كده، ودي حاجه محدش عارف يعملها بجد. فيديوز اللي هي انا ما كنتش عارف حاجه عن اللغه وفي اسبوع بقيت اتكلمها، ده اللي هو بجد عملتها ازاي دي، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حد بيعرف يعمل كده، عقلنا مش هيعرف يعمل كده. فيعني تيك ريزي وخلي فكره ان انا اتعلم الموضوع فور فاند اول حاجه. ثاني حاجه لازم بجد تستمتع بفكره ان انت بتتعلم، ودي اهم حاجه، استمتع بفكره ان انت تتعلم الموضوع، مش تارجت انا بستريس ماي سيلف ان انا اعمله. لو خدت الموضوع كده ان انا هضغط نفسي بقى، وان انا واخد الموضوع انا مضطر اعملها وحاجه انا مش بحبها اصلا، مش هتعرف تتعلم اللغه، او ممكن تعرف تعلمها بس الموضوع هياخد وقت عشان انت بتضغط نفسك. ولو عايز تتعلم حاجه، وده انا ام ناجنا سيت سيكريت، بس دي وكان سيد هي لايف هاك كده، لو انت عايز تتعلم حاجه جرب تحبها بجد، جرب تحبها هتتعلمها بشكل مش طبيعي بجد، بس it happens. ف يعني just take it easy, relax, حب اللي انت عايز تعمله وما تبصش على اللي جنبك، شوف انت عايز تعمل ايه، انا فين، انا قدراتي ايه، حياتي ايه، هعمل اللي يناسبني، هاخد الوقت اللي انا محتاجه، ماليش دعوه باللي جنبي بيعمل ايه، عشان انت بتضغط نفسك نفسيا وبس. اخر حاجه في الموضوع ده هي what is my plan for learning a new language. بصوا، هو البلان ان احنا ما عندناش بلان، هي دي السكت، او مش سكت بس احنا ما عندناش خطه. ليه بقى؟ علشان نفس الفكره اللي احنا متكلمين عليها، انا ممكن اقول لك الخطه اللي انا عملتها وهي ما كانتش خطه قوي، بس انا ممكن لو قلت لك خطه تمشي عليها، بص again and over again، الخطه اللي انا عملتها او اللي انا عملته مش شرط ينفع معاك، واللي انت تعمله مش شرط ينفع معايا، ودي حاجه خلينا نتفق عليها كلنا. فاحسن حاجه ممكن تعملها هو انك تشوف الطريقه اللي انت تعرف تتعلم بيها، تبقى حد عارف نفسه. يعني في حد انا لو اديته كتاب وقلت له اقعد ذاكر الكتاب ده هيقعد حرفيا يحفظه، ممكن لما اجي بعد كده اساله فيه يبقى مجاوب وتمام جدا. في حد فكره انك تديني كتاب وتقول لي اقعد ذاكر دي ما تمشيش معايا، انا حد بيزهق ما يقدرش يقعد على كتاب. هل ده معناه ان الشخص ده غبي؟ هل ده معناه ان هو ما يقدرش يتعلم حاجه اكاديميه؟ لا، معناه ان في حد فيهم اذكى من التاني، او الشخص اللي هو ما يعرفش يقعد على كتاب بيذاكر، هل ده معناه ان الشخص ده غبي وخلاص ما فيش امل فيه ان هو يتعلم حاجه اكاديميه؟ لا خالص، ده ممكن يتعلم وده ممكن يتعلم، فكره بس انك تشوف الحاجه اللي تمشي معاك. انا برضو اقدر اديك تريكس، ممكن اديك طريقه، ممكن اديك حاجات انا عملتها وتمشي معاك، وانا هعمل كده. انا اقول لكم انا عملت ايه بالظبط عشان اعرف اتعلم لغه، واكتشلي I've learned two languages so far. يعني هو اللغه الثانيه لسه ما اتعلمتهاش قوي، بس بتعلمها ويعني kind of بعرف اعبر بيها عن نفسي. All you need to do is to subscribe to my channel to see everything I'm gonna post here, and that's it for today's video. Hope you like it. Bye. Ciao.